شغلك يلا حياتي خلص ما بعرف ما رح يمشي الحال ماني بالجو ما بقدر فوت بالجو ماني مرتاحة حبيبي معلش ما هذا شيء طبيعي لأنه نحن بعدنا عرسين طازة شيء طبيعي يعني تحس هيك لا حياتي بعتقد هيك الأوضة هيك معتمة ضيقة ضيقت لي نفسيتي طب قومي ننقل على الصالون إيه يلا قوم يا ربي ما بقى فيي يا الله والله ما بعرف شو بني ماني بالجو مش هيدا هو الجو اللي بقدر ارتاح فيه يا حبيبي ما قلت لك انه نحن عرسان جداد وهذا شيء طبيعي مش عارف يعني ما خص جداد ولعتي ماني مرتاحه بالجو بزعجني ماني مرتاحه خلني قصدرها بالسياره طيب يلا قومي قومي يلا 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 خيي شو هالشعور الحلو حبيبي انا كثير انبسطت كثير ما معقول شو هالشعور بس قولي لي كيف اجتك فكرة السيارة عن جد؟ عادي حبيبي، ما أنا أصلاً من أولتي ما تعودت عليها غير بالسيارة.